السلام عليكم. انا كنت درت واحد الفيديو بدي من القرار اللي كان خد العثماني ديال اغلاق المقاهي بصفه عامه، وتعتقلت فيه ودوزت فيه شهر، ولكن دوزت واحد العقوبه سجنيه، وجاو المهم السلطات تعاملوا معايا صراحه، ولاد الناس ما نكذبش عليهم، في الشرطه القضائيه يعني نصفوني وشافوا من الحاله الهستيريه اللي كنت فيها، ما كنتش نورمال. دوزت ديك المده السجنيه وخرجت، ودابا فاش خرجت لقيت الفيديو ديالي، لقيته في القناه ديال مول كاسكيطه، باقي منتشر. ما عرفتش انا علاش هذا الفيديو، هذا السيده شداتو ولاحتو، لحقاش انا بعدا اصلا هاد السيده هادي ما عرفاتش الظروف اللي كنت كنعيش فيها، وكاين اللي مريت منها واللي دز منها، يعني الام وعندي جوج وليدات وكاريه وعندي مصاريف ومريضه وما لاقي خدمه، ومصيبه مع هاد كورونا وهادشي، هاد الازمه اللي دازت على العالم باسري وعلى المغاربه وعلى كل شيء. يعني انا من وحده من هاد الناس هادو اللي حتى انا يعني كنت لاقيه مشكل بالنسبه كيفاش غنقلب، كيفاش غنخدم، ولا كيفاش فين غنلقى الخدمه هذه اصلا، باش غنعتق انا وليداتي، ولا ما ناكل انا وولادي، ولا ما نشرب انا وياهم، ولا باش نعيش انا وياهم. يعني راه ما درت داك الفيديو حتى الله اللي عالم بيا، ما درتوش انا هكاك بصفه نهائيه، ما جيتش ودرتو. انا دوزت عليه الحبس، انا دوزت الحبس، انا ماشي مشكل، انا كنقول انا دوزت الحبس، ولكن هاد السيده هادي علاش غتشد الفيديو ديالي وغديرو في القناه ديالها ديال هاد مول كاسكيطه؟ واش استهزاء؟ هذا راه ماشي ضحك، هذاك الفيديو انا اللي درت راه ماشي ديال الضحك، راه كنت في حاله خايبه، ماشي ضحك هذاك، ماشي ضحك. ولكن باش كون كان فيديو تيضحك مرحبا على الراس والعين، ما يبقاش فيا الحال، ولكن فيديو انا مخسره فيه الهضره، دايره ومخسره فيه الهضره ومعايره فيه الحكومه ورئيس الحكومه، هذاك ماشي ضحك. انا تعتقلت على وداك الفيديو اللي دار في 4 ايام دار 3 ديال المليون، كاع الناس شافوه. انا السيده هادي انا بغيت نتابعها قضائيا، حيت ما عندهاش الحق بعدا باش دير لي التشهير بصفه نهائيه، انا غنتابعها قضائيا ما نكذبش عليكم. انا لحد الان انا باقا تنعيش نفس الظروف، يعني ما باقا انا هي انا، باقا كنعيش نفس الظروف، ما عنديش ما عرفتش شنو غندير، باقا لا خدمه لا والو، حتى السبيطار ديالي ما مشيتلوش، الدواء ديالي حتى حاجه ما عندي، عندي الله سبحانه وتعالى، ما لقيت شي اللي يعاوني، عيت ما نقلب نشوف الناس المحسنين يعاونوني، ما لقيت حتى شي حد، ما نكذبش عليكم قسما بالله، ما عرفتش يعني واش نمشي واش غنسرق، وما عمري درتها في حياتي، ولا نمشي نتعاطى لشي حاجه اللي هي خايبه باش نعيش حتى انا بحالي بحال الناس. انا ما بغيت والو، بغيت نعيش غير بخير ونعيش بكرامتي، هادشي اللي كنطلب، ما تنطلب شي حاجه اللي هي كثيره، ولا هادشي اللي بغيت، انا ما بغيت والو. شنو الظروف ديال اللي دوزتي هاد المده السجنيه اللي دوزت؟ فاش تعتقلت جات الشرطه القضائيه داوني لكازا، بصراحه ولاد الناس اول حاجه ما فهموا والو، ملي شافوا الفيديو ما فهموا حتى شي حاجه، يعني قارنوني مقارنه انا مع الفيديو لا علاقه، ما نكذبش عليكم، حيت انا اصلا فاش خرجت وشفت داك الفيديو انا تخلعت، ما نكذبش عليكم، انا خويا تخلعت صراحه نقولها لك. ولدي دخل الكونط ديالي، مسح ليا كاع لي فيديو ديالي كاملين، تخلعوا خافوا عليا. فاش دخلت للحبس صافي عطوني العقوبه، كانت عطوني مده ديال شهر دوزتها في الباياس، ما كنوضش، ما كنشرب دواء، ما حتى شي حاجه. انا لحد الان درتي في الحاله الطبيعيه، ولا كنتي في واحد الحاله هستيريه؟ لا كنت في حاله هستيريه خايبه لدرجه انني انا تخلعت، ما نكذبش عليك اخويا، انا تخلعت، انا شفت راسي، انا ما فهمت والو. انا مشيت فاش خرجت ما نكذبش عليك، خديت قرار باش هذاك الدواء اللي كنت كناخذ ما نبقاش نشربه، ما نكذبش عليك اخويا والله، يعني نمشي نشوف الطبيب ديالي وناخذ لي كالمون ويتبعوا معايا في السويسي، ولكن باش نرجع لذاك الدواء ما نقدرش نشربه، ما نكذبش عليك، حيت كنت حاله خايبه، يعني ماشي نورمال، لحقاش القرقوبي كيخلي الانسان يدير اي حاجه، كيقتل ما عرفت شنو يدير وما يعقلش، ما نكذبش عليك. انت ندمتي على ذاك الفيديو؟
انا درت فيديو ولونسيتو وطلبت السماحه. انا درت فيديو ولونسيتو في الباج ديالي وطلبت السماحه من الناس من المغاربه كاملين، كنقول لهم سمحوا لي. علاش؟ على داك تخسر الهضره وداك المستوى اللي نزلت ليه، حيت ما عمري وصلت لذاك المستوى صراحه، ما نكذبش عليك اخاي والله. ولك شوف الحاله، الخدمه ما كايناش، ما كاينش خدمه، ما عنديش، ما كاينش اللي كيجي كيدق عليا وكيقول لي هاكي وحق الله. ما عنديش اخويا، ما عنديش، راه الناس اللي كيعرفوني كيشوفوني غدا عرجه، مره هز يدي مره هز رجلي. انا دابا تصور، دابا كان عندي رونديفو في 10 نهار 10 في شهر 6، انا ما مشيتش للسويسي حيت ما عنديش باش نركب، ما مشيتش، ما عنديش شنو غندير، ما لقيتش البديل، ما عرفتش انا براسي دابا تالفه ضايخه، ما عرفتش شنو ندير حق الله. تتسني الماء، تتسني الضوء، تتسني الكرام، ما عرفتش منين نجيب فلوس. عييت مندور نقلب، بغيت نشوف الناس المحسنين اللي يعاونوني، ما لقيتش. والمشكل ديال الفيديو يعني تحيد من لاباج كاملين، وبقيتي دايره هاد السيدات. الشرطه القضائيه لقيتو في الباج ديال مول كاسكيطه، حيت الشرطه القضائيه شافوا الفيديو وتحيد سينيالاو الفيديو، محيدوا لي من الفيسبوك، حيدوا لي من الباج ديالي من التيك توك، ما بقاش. ولكن دابا هذه تقريبا شي 4 ايام كنت كنطالعه في اليوتيوب، كنقلب حتى لقيت راسي غير دخلت على الله وصافي، لقيت راسي انايا. انا استغربت، ما نكذبش عليك اخويا وحق الله، انا دعوه عليهم. انا نتابعهم قضائيا، ما نكذبش عليك، حيت ما عندهمش الحق باش يديروا لي التشهير. انت هذاك الفيديو ندمتي عليه؟ لانه انا ندمت عليه، انا ندمت عليه، ما نكذبش عليك، انا اخويا ندمت عليه، لحقاش انا اصلا ما كنتش في الوعي ديالي صراحه. انا كنت يعني في واحد الحاله اللي هي مزيانه بصراحه، ما نكذبش عليك، ما كنتش غنوصل لذاك، ما نوصلش لديك الحاله بصفه نهائيه، ما غنوصلش لديك الحاله، حيت انا تنقول لك قسما بالله وربي شاهد عليا، انا تخلعت. ما عرفتش، انا شديت الفيديو درته بالخف، لحتو في التيك توك عندي، ظرف 4 ايام دار 3 ديال المليون. دابا شنو كتطلبي من الناس اللي كيشابعوك على قناه شوف تيفي؟ انا كنقول حاجه واحده، كنقدم الناس اللي كيشوفوني، الا كانوا كيشوفوني شي محسنين الله يجازيهم بخير، يتعاملوا معايا ويعاونوني. هادشي اللي نقول لكم، الله يرحم لكم الوالدين، حيت بصح ما عنديش اخي وحق الله، ربي اللي عالم بيا قسما بالله. الشرطه تعاملت معاك؟ الشرطه القضائيه يعني السلطات، ما نكذبش عليهم، ماشي خايفه ولا شي حاجه، ولكن انا صريحه وكنقول صراحه، دوك الناس تعاملوا معايا مزيان، يعني نصفوني، شافوني في الحاله اللي كنت فيها، كنت مريضه ما كنقدرش نتمشى. يعني بقيتي فيهم؟ تقيت فيهم الحباسات، بقيت فيهم اخويا الحباسات في الحبس، بقيت فيهم بكاو صاحبي بكاو. هادي شنو بكاو؟ تيقولوا لي مالك يا اختي، مالك يا اختي، الله يجيب لك الشفاء. الحباسات بكاو وما كيفطروا، انا شاده البياص ديالي مجبده ما كنوضش، حتى خرجت عاد وليت شويه، عاد مشيت عاوتاني، داتني واحد السيده الله يكثر خيرها، دوزات لي، لقاو عندي عاوتاني فقر الدم، عاوتاني تنشرب الدواء ديال فقر الدم. دابا شنو كتطلبي من الناس؟ انا بغيت غير الناس يعاونوني، المحسنين اللي كانوا يعاونوني، ما نكذبش عليك، انا بصراحه نقول، انا نقولها نيشان، انا كنت غندير لايف غنوجهو لسيدنا الله ينصرو، كنت غنقول ليه يعني انا مواطنه من المواطنين ديالك اللي كيعانيو، كنعاني بواحد بزاف، ما نكذبش عليك، راه الشرطه القضائيه جاو وشافوا كلشي بعينيهم، يعني راه غيشوفوني دابا عارفين كلشي، ما خبيت عليهم حتى شي حاجه، ما كنكذب ما والو، كذبش عليك. عطي الناس الرقم ديالك. انا اللي بغى يتعاون معايا نعطيه التليفون ديالي. الله يجازيكم بخير، عندي النمره ديالي 06 59 39 20 53. الناس اللي بغاو يعاونوني الله يكثر خيرهم، الله يرحم ليهم الوالدين، هادشي اللي نقول، وسمحوا لي بزاف والله، ما عمري وصلت لهذا المستوى اللي طحت فيه، اللي طيحت فيه راسي، يعني هذا المستوى ما عمري وصلت له، ما نكذبش عليكم. وكنقول لسيدنا الله ينصرك، الله يخليك، والله يرحم الوالدين، وعاش الملك، هادشي اللي غنقول، اصلا كون ما كانش الملك ديالنا كون راه نايضه الفوضى في البلاد، حيت كنت كنتمنى انني نتلاقاه ونشوفه ونحكي ليه الظروف ديالي اللي كنعيشها.
وهاد السيد هادي ديال اللي عدمو الكاسكيطه هذا انا غنتابعو قضائيا حيت دار لي التشهير وانا ما بغيتش الناس يشوفوني في واحد الصوره اللي هي خايبه ما فهمتش. انا بعدا نهضر على راسي انا غنتابعو قضائيا حيت انا مليش الفيديو ديالي ما نكذبش عليك ولادي ما عجبهمش الحال انا براسي ما عجبنيش الحال يعني الناس كيشوفوني في واحد الصوره نقيه ما بغيهمش يشوفوني في داك المستوى اللي هو طايح بزاف ما نكذبش عليك. دوك الناس اللي كيشدوا لي فيديو ديالهم وكيبارطاجيوهم وتيمونطيوهم وتيلوحوهم ما كيهضروش على راسهم شغلهم هذاك ولكن انا حاله خاصه يعني حتى الفيديو اللي درت ماشي حتى ديال الضحك ماشي دابا فيديو فيه تخسر الهضره انت ملوحو في باج ما فهمتش انايا شنو كتسنى من هذا الفيديو هذا شنو زعما باغي دير الفلوس على ظهر عباد الله ولا شنو هذاك راه تشهير هذيك راه حشومه اصلا بعدا تلوح فيديو فيه تخسر الهضره انا لحت وندمت انا ندمت عليه انا في الحبس ولادي دخلوا الكونت ديالي ومسحوا لي كل شيء حتى حاجه ما خلاوها قالوا لي هذا الشيء غيتسينيالا وتحيد والفيديو ديالي تبارطاجا وشدوا وداروا فيه اللي بغاو ولاحوا لي ما عرفتش اخاي ما نكذبش عليك الله ياخذ فيهم الحق.